وسلم عليه كانت الحجاز كلها في يده، حجاز مكة والمدينة كلها ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي معجم البلدان أهدي فدك اللي هو الحائط، أهدي لفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. أما خيبر فيهدي إلى علي ابن أبي طالب، هذا اللي نسمع في تاريخ معجم البلدان. ما فيما بعد معجم البلدان هذه قرون تعاصرت عليها الدولة المملكة العربية السعودية، فمن عهد المملكة العربية السعودية لحتى الآن هو يدعى بالحائط. هذا العيون اللي أنتم واقفين عليها، هذه العيون يمكن حوالي 7 عيون، منها هذه ماشية والباقي جف من قلة الأمطار. أما بالنسبة للمسجد فالمسجد هذا من على بداية الإسلام، وهذا المسجد موجود. هذا إيش اسمه مسجد؟ اسمه مسجد الحائط. أول اسمه فدك، مسجد فدك. أما الآن فيقولوا له مسجد الحائط، المسجد القديم للحائط، مسجد فاطمة، مسجد فاطمة أو مسجد القديم، يقول مسجد فدك القديم، يقول له بستان فاطمة حسب معجم البلدان. حسب معجم البلدان يقول هذا فدك بستان فاطمة. والوادي، أما الوادي وادي فاطمة، كله بيقول بيسمونه وادي فاطمة في قديم معجم البلدان حسب معجم البلدان. أما في التاريخ فهو الحائط على عهد المملكة الدولة السعودية، فهو الحائط. عدد سكان المدينة 25,000، وحواليها يمكن حوالي 150 قرية وهجرة.